السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم واحد واحد. كيف العاده حالنا هذا، شويه فرح شويه سعاده. البر اللهم بارك اللهم بارك. شتوني كيجيني ديال ريال مدريد وحق ربي تليق لاعب والله. ندخل التيران يتنبين لهم ديال بصح. هاهي شوف شوف ريال مدريد شو كيجيني شو كيستر شي دقه عامره. الرجل اللي جا عامره خليني من واحد ضربيه هنا يقدر يرعف اللي هيدي يجي مرسل. مهم علينا اخوان، تحياتي لكم واحد واحد، تحياتي المغرب الاحرار، تحياتي للمسلمين اجمعين. المهم بغيت نوصل غير واحد الميساج، واحد الرساله لصحاب العنصريه. يعني كنقول لكم اخوتي لا للعنصريه، راه لا فرق بين ابيض واسود وعربي وعجمي الا بالتقوى. هذاك اللاعب ديال ريال مدريد فينيسيوس، حشومه وعيب وعار تلقبوه بالقرد او الشمبانزي، او تلقبوه بشي لقب اللي غير اخلاقي وغير لائق بكره القدم. اين هي الروح الرياضيه؟ اين هو الاسلام؟ فين هو اش نقول لكم؟ يعني هذيك الروح الرياضيه فين هي؟ هذيك ديال انكم كتبغيو بعضياتكم وكتحابوا مع بعضياتكم وانكم منضامنين مع بعضياتكم. ما عندناش التخربيق اصاحبي، وهذوك اللي كتلقبوهم نتوما بالنصارى عندي عقليه قاوريه هذوك راه شوف هذوك لهم عذاب ولهم حساب. هذوك راه ما كيحملوناش حنا العرب، وما كيحملوش المسلمين، وما كيحملوش اللون كي عنصريه عندهم في الالوان، العنصريه عندهم في الالوان، فهمتيني؟ خايبين هذوك الناس. هذوك الله ذكرهم في القران. يعني كيف يعقل بغيتهم يحنوا فينا حنايا؟ داك اللاعب مسكين شنو دار لك وشنو ذنبو؟ لاعب زوين كيماركي هداف زوين، نادي كنادي فينيسيوس واعر مقود واصل. انا كنضامن معاه، عرفتي علاش؟ حيت عنصريه ما مشاديش مع العنصريه، لا للعنصريه. حشومه وعيب وعار يتلقب بهذاك اللقب ديال انه قرد، وبداو يهدوا فيه وديروا المونيكا وتربطوها وتحطوها في الشجر وكذا. خاصكم كلشي يا خوتي كاملين كنهضر معكم، المغاربه والمسلمين الاحرار، خاصكم توقفوا مع هذاك السيد لانه كيبقى منا والينا. راه ما كاين حتى فرق بين بيض وكحل، ما كاين حتى فرق بين عربي وعجمي. حيدوا منكم هذه العنصريه ديال هذا عروبي، ديال هذا طويل، ديال هذا قصير، ديال هذا غليظ، ديال هذا رقيق، ديال هذا معوق، ديال هذا مونغوليان، ديال هذا عور. حيدوا منكم هذه العقليه وتنقاو شويه. زعما هاد الناس زعما ديال اوروبا والكور وكذا، واللي كنقولهم حنا قاوريه وهذه العقليه قاوريه، ساعه طلعتوا زيرو. شي واحد يترجمها لهم بالاسبانيه، فهمتيني؟ مرويكي سانغراني كوم اسبانيونس باموس سالا كاسا، فهمتيني؟ استيبي خدي بوتا لا بوتا دم مادري، فهمتيني؟ هادو اللي كيعيروا حشومه. هاد السيد انا كنضامن معاه كل التضامن مع اخي فينيسيوس، لانه كيبقى عربي، كيبقى حتى انا قلت لك كيبقى عربي، كيبقى حتى هو لون من اللون ديال افريقيا، لانه خاصنا نضامنوا معاه. حيدوا منكم هاد العقليه وحيدوا منكم هاد العنصريه. الله يرحم لكم الوالدين، راه عيب وعار عليكم يا صاحبي. واش هذا طويل، هذا قصير، هذا غليظ، هذا رقيق، هذاك حيدوا العنصريه صاحبي. هذاك كحل صافي، ما خصوش يلعب في ريال مدريد. مال ريال مدريد شكون هي؟ شكون هي الجنه؟ راه فريق عادي بحالو بحال جميع الفرق والعباد، بحال بارسا، بحال ريال، بحال ما نعرف. خاص تكون عندنا داك. لا شوف، خاصنا حنا باقي ما وصلناش لذاك النيفو ديال ان حنا نتقبلوا الهزائم، ديال هذاك النيفو ديال ان بنادم يتقبل ان ريال مدريد ولا ان البارسا ولا ان اي فريق نتقبلوا ولا ربح شي واحد. خاصنا تكون عندنا الروح الرياضيه. بنادم ما واعيش في دماغه، بنادم ما قاريش، بنادم ديال مو باقي امي باقي كيدار في القهاوي، حاط براد 10 دراهم ومقالب سينيه ومهرس هذاك ومخدم لومبيلونس والبوليس ومخدم كل شيء على قبل فرقه. علاش مالك على مالكم على التخربيق على العقليه؟ بدلوا العقليه يا صاحبي. ربحتي بصحتك، ريح انا مدريدي ولا انا برساوي، نريح حداك ونضحكوا راجي وريال ودادي كامله. خاصها تكون عندنا العقليه ديال ان بنادم ما خاصش تبقى العنصريه، ما خاصش تبقى الحرب بيناتنا. شو دابا هادو كيفاش كيلقبوا هاد فينيسيوس مسكين بالقرد وخلوه كيبكي وحشومه وعيب وعار بكاو قدام الناس وقدام الجماهير ديالو وقدام العباد؟ يعني عائلته كيفاش غيشوفوا فيه؟ هاو بالفلوس وفرقته وبهيبته وكل شيء وطيحوا الارض، فما بالك انسان عادي مسكين كيفاش غيكون عقليه؟ كتكون النفسيه ديالو دابا لداخل، ملي غيبغي يدخل مسكين التيران دابا، النفسيه ديال هاد اللاعب دمروها ليه. نفسيته راه شوف اقوى حرب هي الحرب النفسيه، هي واحد الانسان دمريه نفسيا. عرفتي دابا مسكين كيفاش غيشوف الحياه؟ هو ما يشوفوش بحالنا، غيدخل مسكين دمر دابا، ما يبقاش يقد تيشد داك، ولا شد البالون غيتفكر هذيك الكلمه اللي قالوا ديال القرد ديال الشمبانزي.
اي وليد تفكرها الدور دماغه دابا مرض حيد هذا خاصو طبيب نفسي خاصو اللي بغي يرجع يلعب مع ريال مدريد ويرجع النيفو ديالو في المستوى ديالو خاصنا نشجعوه خاصنا نضامنوا معاه خاصنا نوقفوا معاه ولا للعنصريه انا بعدا كنعلن التضامن ديالي مع الاخ فينيسيوس وبلا ما تقول لي الحياه ولا الهادي بسيتوني ولا كذا لا للعنصريه انا اتكلم على اللون الاسود يعني لا فرق بين عربي وعجمي واسود وابيض الا بالتقوى كنا بني ادم الله خلقنا عز وجل غنموتوا في الاخر يعني ديروا حساب القبر حساب الاخره بلا ما تبقاو تحطوا على بنادم مسكين شي حاجه اللي تمرضوا في حياته حيت كنشوف العنصريه كنشوف التنمر في الحياه هذه كذا حشومه كاين شي وحدين ما دايزينش في التنمر صاحبي ولعيبه الضحك باسل ما عندنا ما خدامش صاحبي حشومه وعيب وعار يعني انا كنطلب من الجماهير كامله لا ريال ولا بارسا ولا جميع الفرق كلها ضامن مع داك الانسان سطوريات كلشي يكتب لي شي حاجه زوينه يدخلوا عنده الكونت ديالو يكتبوا لي شي حاجه زوينه باش ترجع لي النفسيه ديالو راه عيب وعار دمروا شي لعاب والله العلي العظيم تاع عيب وعار انا بالنسبه ليا وتحياتي لكم اخوتي وما تنساوش الدراري لايك لي لايك ما تنساوش الدراري كومونتيرات زوينين كيف العاده راه حنا منضامنين معاه وغنعلنوا التضامن ديالنا مع الاخ فينيسيوس هو كنعلن التضامن ديالي معاه فيفا ريال مدريد.